نبدأ بقى مع حضراتكم النهارده وعشان كده كنت بقول حلقه مهمه لان احنا هنبدا اول مشوار طبعا ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام و عايزين نقول او بقول انا الحفاظ على لقب البطوله لان من الطبيعي ان انت بتتكلم نادي الاهلي بيدخل اي بطوله الهدف بتاعه الاساسي هو ان هو يفوز بيها مش بيشارك وخلاص لو كمان اتحقق يبقى المنطقي ان انت بتتكلم الموسم اللي بعده يبقى كمان هدفه الاساسي هو الحفاظ عليه وكلمنا في الكلام ده قبل كده وقلنا بدايه الموسم بتبقى صعبه خصوصا لما بتبقى محقق موسم استثنائي في اللي فات لان الجماهير بتبقى منتظره الافضل لا يمكن تقبل ان انت تقل عن المستوى اللي انت واصل ليه النهارده هنبدا باذن الله مشوار بمباراة قوية وكلمنا عن تفاصيلها في الأيام الماضية طبعا أمام المصري هيكون على ملعب الجيش ببرج العرب وخليني برضو أفكر حضراتكم وأفكر جمهورنا بمباريات النادي الأهلي في أول خمس جولات من مثبت الدوري عشان برضو الناس تبقى عارفة النهاردة هتلعب مع المصري بعد كده هتلعب مع سيراميكا كليوباترا طبعا في نفس الشهر اللي احنا بنتكلم فيه في جولة التالتة بعد كده الإسماعيلي في الجولة الثالثة بعده بعد كده الجونة وبلدية المحلة مباريات كلها مهمة مباريات كلها هيبقى فيها تنافسية شديدة قلنا الكلام ده قبل كده. بداية الموسم الجديد كل الناس وكل الفرق وكل الإدارات وكل المديرين الفنيين داخلين كل واحد عايز يسيب علامة عايز يعمل فارق عايز يعمل سي في قوي فطبيعي جدا ومشروع جدا بالتوفيق لكل الأندية بالمناسبة وعايزة كمان أقول إن أو وارد إن مباراة الجونة هيكون في تأجيل لمشاركة الأهلي وقتها في دوري السوبر أفريقي زي ما حضراتكم عارفين عن تاريخ كمان بقى لو هرجع ليه النقطة ونتكلم عن مواجهات الفريقين النادي الاهلي عندك سجل يعني او عنده سجل تاريخي ضد المصري تحديدا لان انت بتتكلم ان هم اتواجهوا بلغه الارقام انت ما بتحبش الكلمه دي بسيب له ليه <applause> لغة الارقام 150 مباراه في السابق لعبوا مع بعض 125 بطوله دوري فتاريخ كبير طبعا, طبعاً. طبعاً. يعني تقعد تحكي فيه كتير طبعا وده هنعمله في الفقره الحواريه انتصر الاهلي برده ب 69 مباراه وخسر 20 لقاء وحسم التعادل في 36 مواجهه بالتوفيق ان شاء الله النهارده مباراه قويه نتمنى تكون بدايه قويه للدوري لان ما عندناش اعتقد رفاهيه يعني سيناريو اخر طبعا ان شاء الله تكون بدايه فعلا قويه للنادي الاهلي في النسخه الحاليه من الدوري بالمناسبه اول ثلاث مباريات هيكون منهم مباريتين مع انديه جماهيريه واكيد طبعا الماتشين دول هيبقى لهم طابع تنافسي شديد الخصوصيه مطلوب مننا كجماهير يعني شويه حاجات اهمها ان احنا مبدئيا كده وبدايه كلام نعمل هولد لاي حاجه حصلت الاسبوع اللي فات واعتقد يعني ان الجهاز الفني وطبعا مستر كولر اكيد عنده من الاحترافيه الكامله انه يقدر يخرج اللعيبه خارج اي اجواء سلبيه ممكن تكون اتوجدت بعد خساره السوبر لان طبعا النادي الاهلي مش بيشارك في بطوله واحده ولا عنده في الموسم ده تحدي واحد احنا بنتكلم على ان الموسم الحالي ده في كم هيستيري من المباريات احنا بنتكلم في ان الاهلي داخل في سته او سبع بطولات هيشارك فيها منها ثلاثه قبل نهاية السنة دي آخرها هيكون طبعا كأس العالم للأندية مباراة النهاردة مباراة المصري يعني في افتتاحية الدوري بالنسبة للنادي الأهلي أكيد ديها معاني كتير كنا ابتدينا امبارح برضو ندردش مع حضراتكم في هذه التفصيلة منها أن أنت تكسب من البداية دي حاجة في منتهى الأهمية وتكسب كمان أمام منافس قوي ده هيكون أمر إيجابي أن أنت تسجل من البداية وتاخد ثقة الفوز بسرعة شديدة ده أمر جيد جدا طبعا اتوقع دخول اكتر من عنصر النهارده على الراسوم الفرنسي مودست اللي كتير جدا من الجماهير النادي الأهلي أكيد منتظرة تتابعه وتشوفه في أول مشاركة ليه بقميص النادي الأهلي ودي أول مباراة لمودست مع فريق عربي في تاريخه طبعا بعد فترة احترافية كبيرة وناجحة جدا خصوصا في الدوري الألماني مع أندية كولن وبروسيا دورتموند بنتمنى له وبنتمنى لسكواد النادي الأهلي كله كل التوفيق ماتش النهارده إن شاء الله